تقدر حضرتك تقولي مين حامد؟ واللي انت بتهببه ده ما بتذاكرش ليا انا. لا بص حضرتك النهارده الجمعه وانا تكرما من اخلاقي قعدت اذاكر لي شويه الصبح، فاصلا مفيش مذاكره الجمعه ومعروفه. يا حبيب قلبي طب افهم، هتعمل زي كل سنه ذاكر دلوقتي وبعد كده تستريح في المذاكره بعدين. لا ثانيه واحده بقى عشان انا مبقتش فاهمك يا امي، يعني انا قدام قبل الامتحانات في يوم الجمعه بتقعد تقولي انت قبل الامتحانات يا حبيبي لازم تذاكر ما فيهاش راحه، كنت تريح في الاول، ودي دلوقتي في الاول بتقولي ما فيش راحه، ابقى رايح قدام اعمل ايه؟ يعني ايه يا حبيبي هتعمل ايه؟ معروفه هتقعد تذاكر. سيبه يا حامد قابل علاقه وشغل جامد. انت عزفت؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل حمام؟ طب خلص اخلص عشان عايزك. هي علبه الصابون ايه يا ماما؟ في ايه؟ مش شايفين في الحمام؟ عايز ايه زفت؟ انت بتزعق ليه؟ كنت داخل اخد علبه الصابون. وبعدين متضايق ايه يا هبل؟ ده امك، ده انت كنت حته لحمه قد كده في بطنك. هو في ايه؟ هو انا حاسس ان انا قاعد في اوضتي. بقول لك ايه، ما شفتش الشاحن بتاعي؟ شاحن ايه؟ شاحن ايه ده اللي تخضر عليه في حمام؟ فين بقى؟